التراجعات في المغرب لا توجد تراجعات. المغرب عنده دستور قوي وعنده قوانين متطورة وعنده مؤسسات حقوقية دستورية تقوم بواجبها، وعندنا كذلك حوار لتطوير جميع أنواع هذه القوانين. لكن يجب أن نفرق دائما وأبدا بين التعبير الحر وبين ارتكاب جنايات. ارتكاب جنايات كأي مواطن، كان طبيبا أو كان أستاذا أو كان صحفيا، ارتكب جناية فالقانون يعاقبه، لكن عندما يتعلق الأمر بالتعبير فهذا الحرية تضمن. وبالتالي هذا الفرق يجب أن يكون واضحا تماما، لأن هناك خلط في هذا الموضوع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.